احلى من القطر يا ترمو. قريب على الترمو. قريب على الترمو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير بسام، نحن منضل ولاد عم والدم ما بيصير مي. يمكن انت تسمعني اكثر من ابوك. اسمع ولا تحمل حالك وبتروح من هون وما بتورجيني وشك بحياتك، احسن ما تربي السوق فوق راسك. ليك يمكن ابي بيحب ياخذ ويعطي شوي، بس انا ما بحب اللعب المره. يا بسام مشان الله غزي الشيطان، نحن منضل جيل واحد بنفهم على بعض. يا امي طلع على البني ادم اللي ما بده يفهم. انا عم اقول لك روح قصير الشر. واسمع لك فتحي، ايش كان بدرى انك تجيت لعند ابي وطالبته بشي فرنك مو نيالك، لوزع لحمك بالحاره، عم تفهم؟ لك يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، لك كرمال مصاري وورثه عم تعملوا هيك؟ استحي على دمك انت وابوك. الي هذا الحكي ولا؟ ايه لك ارجع لورا. ايدك استاذ ارجع لورا. ايدك قبل ما هاد الزلمه يطلع برات الحاره والا انا ذبحه. شوفي شو بدك ولا شو عم تساوي هون؟ خلص فكري جاي تضحك علينا هيك عينك تعينك. بتحمل حالك وبتنقلع من الحاره احسن ما تطلع محمد، فهمت ولا لا؟ يعني انا طولوا بالكم؟ لك فهمونا شوفي. رح اقول لك شوفي، هالشاب الظريف هون عم يقول انه هو ابن عمي وعمي نزار مات بالحرب ومات عزابي، ما له عرفان انه لحمنا مر وما بيتاكل ومنكسر اكبر راس ليتعدى علينا. يا جماعه انا ابن لنزار مخللاتي جاي طالب بحق ابي، وين العيب وين الحرام؟ اسمعوا لا مالك عندنا شي بالمره، والدرب اللي جيت منه بترجع منه، عم تسمع ولا لا؟ ولا ما بتطلع من الحاله غير محمد؟ يلا ترمل من هون. يا جماعه طولوا بالكم، كل شيء بالتفاهم بيصير يا بسام. ما في تفاهم، وهذا الزلمه ما بيبات بالحاره الا وانا دفعه، خليه يطلع. طلعوا له. ايه يلا اطلع. ان كانك رجال بتطالعني من الحاره ولا من بيت ابي؟ لا بتحداني ولا بتحدى